التنفس والأحلام كثير طور جسدي الطاقي. الأحلام بدون النشك أنا أؤمن فيها أنها طريق للبشرية، واللي حضر مسرح الأحلام يعرف جيدا الطريق. والتنفس يختلف حسب موقعك من الخريطة زي ما نقول، ممكن بعض الأشخاص يساعدهم. تقول كيف أحمي نفسي من الحسد غير التحصين بالدعوات؟ يعني لو قلت لك بعد سوي شيء زيادة، تقول بعد وش عندك بعد شيء ثاني؟ يعني سوي الدعاء الفلاني، إيه بعد وش عندك؟ بعد اقرأي سورة البقرة، بعد وش فيه؟ بعد قولي الذكر الفلاني، بعد وش فيه؟ بعد افتحي البخور، بعد وش فيه؟ بعد سكري على نفسك في مفتاح ذهبي، بعد وش فيه؟ بعد حطي لك ستارة سوداء، بعد وش فيه؟ بعد ارسمي وردة باللون الأصفر، بعد وش فيه؟ بعد لن تنتهي القصة. إذا الذكر هذا ما هو كافي بالنسبة لك، فمعناها مشكلة جواتك. كيف أقنع شخص إنه يتوهم؟ شوفي، خليني أقول لك إنه مو كل الأشخاص يريدون أن يتحررون. يعني يمكن مثلاً الشخص اللي قبل شوية سألني عن إنه عندك شيء ثاني غير الدعاء يسوي حماية، يعني هذا الشخص يمكن ما يبغى يتحرر من فكرة إنه في أعداء على مستوى الطاقة، في أعداء متربصين في على مستوى الطاقة، ما يبغى يتحرر من هذه الفكرة. هاي فكرة، هذا معتقد، ما يبغى يتحرر منها، ما يبغى يعني مبسوط فيها، مبسوط شعور قوي إنه أنا جميلة والناس تعطيني عين على جمالي، شعور يعزز جمالي، يعزز شعوري، يعزز النجمة اللي أنا أبغاها، وناس حسدوني الخير اللي عندي، يعزز شعور اني انا ثري، يعزز. فهذه خدع كلها ترى في العقل اللاواعي، انه انا اعزز الفكرة هذه اللي هي ضدي عشان انا استفيد، اللي زي ما نقول اللي هو الغرض الثانوي، لعب. هو العقل اللاواعي قاعد يعني يلعب، دلل انت كثير جميلة اصلا، انت جميلة يعني. حتى لو قالت الدكتورة سموية اوكي، هي ما تدري قديش انتي جميلة، انتي جميلة مرة 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 مرة، يعني ما يقدرون الا ما يحسدونك. لا، ولو الناس ما شافوا خير، انتي يعني غير، انتي غير يعني انبهروا، يعني انتي تبهرين غير اللي كل اللي موجودين في سناب، انتي تبهرين. فانت محتاج انك تاخذ نجمة من انه الناس حسدوني، انت محتاج انك تاخذ نجمة انه الجني متسلط علي. فهذه ورطة من الورطات الفكرية في الجسد الفكري. لذلك ما كل شخص ترى يريد ان يتحرر من الوهم، ما كل شخص. مرات تقول يعني تشوف الموضوع انت تقول يا جماعة الموضوع بسيط، انت ماكلة الغويص رحتي المستشفى، الحمد لله ما متي اصلا. الحمد لله ما متي. دخلين الجني في الموضوع ليش؟ تدخلين الحسد والعين في الموضوع ليش؟ ايش دخل في الموضوع؟ يعني انت لو ناقشتهم من اليوم الى بكرة ما يبغون يتحررون من هذه الفكرة، لان الفكرة هذه تدعمهم معتقداتهم، تدعمهم، تأكد انهم هم يعني في نعمة، وهم محسودين، وهم مستوى احسن والاخرين مستوى اقل، يعني تسوي لهم معنى في الحياة، تسوي لهم عمق معين في الحياة، شعور معين، ينبسطون على هذا الشعور، يشعرهم بشعور جيد. فالشخص هذا ما يبغى أصلا يفك من هالوهم، هو سعيد بهذا الوهم، هو كثير مبسوط كثير، يعني هذا الوهم يعني معيشة بشعور يعني إنه هو يعني أحسن واحد في الحياة. فما كل الناس تريد أن تتحرر من الوهم، ولا كل الناس مستعدة أنها تتحرر من الوهم، ولا كل الناس مستعدة أنها توقف قدام مراية وتقول ترى أنت تنصبين على نفسك، ترى أنت متوهمة، ترى لا حد حاسدك ولا حد مفكر فيك، الناس مشغولين في أنفسهم. إلى هنا الناس يعني يا دوب اصلا طاقتهم يا دوب تكفيهم، اغلب الناس طاقتهم يا دوب تكفيهم،
بطارياتهم يا دوب تكفيهم ماديا وفكريا ومشاعريا. ما حد مفكر فيك ولا حد جايب خبرك. فما اغلب الناس ما عندها هذه الجرأة، ما عندها هذه الجرأة. ولا وش اللي خلى اغلب الناس ضايعة وما تستيقظ ولا تتطور؟ وش اللي خلاهم؟ لانهم مو مستعدين، مو مستعدين انهم يستيقظون، مو مستعدين انهم حتى ولو بالمنطق، لانه مو كل الاستيقاظ بالمنطق، مرات الاستيقاظ بالشعور. حتى ولو بالمنطق ما الكل يريد ان يستيقظ، ما الكل يريد ان يستيقظ. تعرف انه اول خطوة لتطوير روحك انك تعترف بالحقيقة، انك تواجه نفسك. هذه اول خطوة لتطوير الذات، تطوير الروح، عشان تغير حياتك. عشان اول خطوة، في ناس ما تقدر تسويها، في ناس تسوي اشياء كثيرة وتلخبط اشياء كثيرة، وهي لا تجرؤ انها تقول انا متجرد علي وعلى غيري. ابغى اعرف انا متوهم متورط ولا انا ماشي صح. فتخيل ضيع وقتك تقنع شخص انه متوهم، بعدين في النهاية بيقولك اصلا انت كثير ضايع. في بعض وزارتنا يقولك اصلا انت كثير ضايع، يعني انت مالك دخل. هو يقولك مالك دخل. فانت ما انت محتاج تقنع الاشخاص المتوهمين انهم متوهمين. وقد ما يكون دورك، قد ما تكون رسالتك او رسالة روحك، لكن على فكرة يعني انت يا امل كثير طيبة. في اشخاص يقول مدام في ناس متوهمة خليني اضحك عليهم. ما ابغى اوصل هالمرحلة، بس يعني في، ما ابغى يعني ادخل ديب في القصة هذه، بس كثير انه اوكي خلهم على وهمهم، خلنا نستفيد من القصة. كيف نستفيد من القصة؟ في مجموعة يعني ضايعين، يعني موهومين بشيء. كيف استفيد من هالوهم اللي هم عايشين فيه؟ فكون انه انت تحملين هذا الشعور الطيب، انك انت يعني تبغين انه الناس، شعور جيد، شعور طيب يعني، بس في النهاية ما تستطيعين انك تقنعينه. أصلاً كل شخص عنده إرادته وعنده نيته وعنده قراره وعنده أفكاره وعنده رسالته وعنده اختباره. وكثير من الأرواح ما عندها رسالة تتطلب الاستيقاظ في هذه التجربة، خلونا ما ننسى، كثير من الأرواح ما عندها رسالة تتطلب الاستيقاظ في هذه التجربة. فقد تكون أصل رسائلهم ترتبط بالوهم، قد تكون رسائلهم ترتبط بالإضلال والتضليل. ف يعني وجه جهودك للأشخاص الصح والمجموعة الصح، هذا اللي أقدر أقوله. وجه جهودك للأشخاص الصح والمجموعة الصح، إنهم هما اللي يستحقون إنك أنت تقولين كلمة تنفعهم، ترينهم رسالة توقظهم، تحكين لهم تجربة تغير حياتهم. هذول اللي يستحقون. توك والله العظيم الحسد حقيقة. في أحد هنا قال إن الحسد مو حقيقة؟ فمعناها نرجع الموضوع، المنطق وين؟ ما في أحد قال الحسد مو حقيقة، ولا في أحد قال الجني مو حقيقة، ولا في أحد قال الطاقة مو حقيقة. زين، جاي أقول لك
انه البشريه كلهم على بعضهم طاقتهم ضعيفه، والجن طاقتهم اضعف، والشيطان طاقته ضعيفه، والحسد طاقته ضعيفه، والعين طاقته ضعيفه. والموضوع هذا مقارنه بانك انت متورط في فكره او معتقد او شعور سيء، ولا شيء ولا شيء. قد كذا احتماليه انك فيك جني قد كذا، واحتمالية انك فيك صدمة ولا خايف ولا غاضب ولا حزين ولا متورط بعار ولا متورط بنوايا الآخرين ولا عندك معتقد مدمر ولا ملعوب في راسك ومضحوك عليك انك محسود. هذه احتماليتها قد كذا قد كذا قد كذا، هذه احتماليتها. فمهم ان نفهم القصة بطريقة واضحة.